عز وجل لم يذم أحدا في خلقه في القرآن كما ذم الوليد بن المغيرة. طيب فضلتكم، يعني ما دمنا نتحدث عن الوليد بن المغيرة وأولاده، هل نتحدث عن بعض من أخبارهم إذا أمكن؟ نعم، من أخبار أبنائه من الله على ثلاثة منهم بالإسلام، هشام وخالد والوليد. كان له ابن اسمه الوليد، الوليد ابن الوليد، الوليد ابن الوليد، هو اسمه الوليد ابن المغيرة، فله ابن أسماه على اسم نفسه اسمه الوليد. وهذا الوليد ابن الوليد شهد بدرا وأسر ثم فدي، ثم منذ أن فك إيساره أسلم، لكنهم في مكة حبسوه على أن يهاجر وضيقوا عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيح بعد صلاة الصبح، يعني بصلاة الصبح في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح، يعني في الركعة الثانية، يدعو له، يدعو للوليد بن الوليد، يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن أبي هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم ارحم المستضعفين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنيك سني يوسف. فقال صلى الله عليه وسلم: دعا لي ثلاثة بالاسم، عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد. فأما عياش بن أبي ربيعة فهو أخو أبو جهل لأمه، وكلهم بني مخزوم. وسلمة بن هشام هو أخو أبو جهل، لأن أبا جهل اسمه عمرو بن هشام، وهذا أسلم قديما سلمة، لكن أبا جهل بنفوذه وسلطانه منعه من الهجرة. وكذلك عياش بن أبي ربيعة كان أخوه كان أخاه لأمه فمنعه من الهجرة. والوليد بن الوليد أسلم، وهو الذي بلغه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن أخيه خالد. فالنبي لما أراد أن يدعو خالدا إلى الإسلام أسمع الوليد أخاه كلمة طيبة، قال عليه الصلاة والسلام وكل كلامه طيب، قال: لو أتانا خالد لأكرمناه، لو أتانا خالد لأكرمناه. فسمعها الوليد بن الوليد فكتب إلى أخيه خالد يخبره أن الرسول يقول عنك كذا، فرغب ذلك خالدا في أن يأتي إلى المدينة ويكون ذلك سببا في إسلامه. والله عز وجل يقول: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فوضع الأشياء في مواضعها الصحيحة، ترغيب من له نفوذ يخاطبون بطريقة خاصة بهم، هذا كله يعينهم على أن يدخلوا في الإسلام، هذا الوليد بن الوليد. كذلك من إخوته قلنا هشام بن الوليد، وهذا أسلم في السنة الرابعة قال المؤرخون، وأتى مع وفد كنانة، استطاع أن يخرج من مكة وهو أخو خالد. ويعني يذكر أهل التاريخ أنه شهد معركة الأحزاب المعروفة معركة الخندق في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، الله يقول يخرج الحي من الميت. وهذا هشام، وقد هشام هو الأخ الأصغر لخالد. وأما خالد فأسلم بعد صلح الحديبية وقبيل فتح مكة، أسلم بعد صلح الحديبية وقبيل فتح مكة، وهو فارس العرب المشهور، والذي يقال إنه لم يهزم في معركة قط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه يوم مؤتة: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، يقصد خالد بن الوليد. وخالد أسلم بعد أن جاءه كتاب أخيه الوليد بن الوليد فأسلم، وكان من عقلاء الرجال. وخالد يعني شهرته أكبر من أن تعرف به، يقول نزار: يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره، فكل أسيافنا قد أصبحت خشبة، يا رب حي تراب القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصب، وفيها ولا المتنبئ مالئ حلبا. المقصود من هذا أن ذكر خالد في التاريخ عظيم جدا، رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الوليد بن الوليد، ورضي الله عن هشام بن الوليد. هؤلاء أبناء الوليد الذين أسلموا، بقي له ولد اسمه عمارة، وهذا كان مع عمرو بن العاص عندما ذهب إلى النجاشي ليقنع النجاشي أن يطرد المسلمين الذين آووا إليه. وتعلم أنه كانت هناك هجرة للحبشة قبل الهجرة إلى المدينة، فبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد، فهلك هناك في قصة يعني غريبة، ويعني لا أحب ذكرها، لكنها يعني لأن التصديق من التاريخ، من التاريخ، ولا داعي لذكرها خاصة في يوم الجمعة وما نحن فيه من الخير، الحمد لله الناس يعني صائمة، ليس كل شيء يملى عليهم. فالمقصود من هذا، هؤلاء بعض أبناء الوليد ابن المغيرة.
والله عز وجل قال في كتابه العظيم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ومر معنا أن أهل التفسير يقولون إن المقصود الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف، وقد من الله على عروة بن مسعود الذي في الطائف بالإسلام.